3 كوب ماء، 2 معلقة كبيرة ماء ورد، ليمونة، نحن بدنا برش الليمونة، 8 أوراق نعنع، السكر حسب الرغبة، وطبعاً فيها شاي، يعني نحن مش حاطين بالوصفة لأنه إشي بديهي إنه فيها شاي. هلأ بنحط الشاي سمير، يلا وبنرجع شاي بحكي. حل آه طبعاً أنا بحب الشاي الحل، ما بزبط إلا بشاي حل، وبحب الشاي ثقيل. آه وللعلم أنا مش بس شريب شاي، أنا شريب شاي أصلي يعني. طبعاً أنت يعني هلا بنحط الشاي وبس يغلي على النار. هلا نحن المي سخنه هاي، تمام، بس نتاكد انه الشاي صار شاي زي ما بدنا واللون اللي بدنا اياه، بعدين بنضيف له ماء الورد والبرش الليمون والنعنع، لانه قبل هيك بمرمر، برجع بقول انه بمرمر كثير. تمام يعني، اه لذيذ. هلا بنحط ماء الورد بنزل على الشاي فبعطيني طعم. هاي ممكن تحكي فيها الرغبة إذا أنت بتحب تلمس الطعمة هاي أو ما بتلمسها. آه بس هي الفكرة من هذا الشاي إنه كمان مريح للمعدة، كمان بدفي بالشتاء. بنحط النعنع ولا بنحط برش الليمون، بس برشة صغيرة. هلا والله جديدة، بس بدنا نحط نتفت برش ليمون. تمام، نقدر نبرش طبعا على صحن وننزلهم، بس هيهم أحلاهم، نزلوا هيهم شايفهم، منزلوا كلهم.